السؤال الثاني قال: من سافر لأداء عمرة ثم تحلل منها بالحلق أو التقصير ثم أراد أن يؤدي عمرة أخرى عن واحد، فهل يحلق في كل مرة أم يكتفي بأول مرة؟ طبعا العلماء قالوا في بالنسبة لأداء العمرة عن الغير هذا جائز، يعني يجوز للإنسان أن يؤدي العمرة نيابة عن غيره بالنسبة للأموات أو الذي لا يحتمل السفر أصلا، لكن الفقير الصحيح لا يعتمر عنه ولا يحج عنه، لكن العاجز بدنيا يعني هو قادر ماليا لكن يعجز عن الذهاب لمرضه الشديد، هذا يجوز أن تؤدى عنه وهو حي لأنه عاجز عن الذهاب إلى هناك. لكن حكاية الحلق ده طبعا واجب من واجبات العمرة وركن عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، فالذي يريد أن يكرر العمرات لنفسه أو نيابة عن غيره يقصر في كل عمرة، لكن إذا حلق يبقى هنا لا يمكن أن يحلق مرة أخرى. ولذلك سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه لما سئل هل يجوز أن أكرر العمرة قال: متى أمكن الموسى من رأسك، يعني لما نمشي الموس كده يحلق، وده لا يكون إلا بعد 3 أيام حتى ينبت الشعر، لكن لو يعني لو حلق في أول عمرة وبعد ساعة عايز يعمل عمرة ايه هيشيل الجلد بعد كده ولا ايه؟ هذا طبعا أمر صعب يعني. فدايما يعني اللي عنده نية في التكرير يقصر حتى ولو على رأي الإمام الشافعي 3 شعرات من أي مكان، ثم يعمل عمرة ثم يعمل عمرة ثم يعمل عمرة، ولو 10 عمرات في الأسبوع في آخر عمرة يحلق، يبقى جمع بين الحلق والتقصير، لكن يكتفي بالحلق في أول مرة ثم يعمل عمرات ولا يحلق يبقى على مذهب الإمام الشافعي عمرته باطلة، على مذهب الجمهور عليه دم لأنه ترك إيه واجبا من واجبات العمرة. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.